تفضل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل وجلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، فشمل برعايته الكريمة وضع حجر الأساس للمركز الشبابي النموذجي بمحافظة المحرق. المركز ستنفذه وزارة شؤون الشباب والرياضة تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة وضمن برنامج عمل الحكومة الموقرة الرامية إلى الارتقاء بالبنية التحتية الشبابية والرياضية في المملكة، وذلك بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة. وبهذه المناسبة رفع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام عاهل البلاد المفدى على الرعاية الفائقة التي يوليها جلالته للحركة الشبابية في المملكة، واهتمام جلالته المتواصل بإقامة المنشآت الشبابية التي تخدم الشباب البحريني. وبين سموه إلى أن البحرين وضعت ضمن أولوياتها خطة عمل استراتيجية لتفعيل دور الشباب وتعميق حضورهم على الساحة الوطنية التنموية، وأشار إلى أن الانتماء الوطني للشباب وتمسكهم بثقافة وهوية أمتهم واندماجهم المتميز في مجتمعهم لهو قادر على تفعيل دورهم الإيجابي في خدمة المملكة. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إلى أن المجلس الأعلى للشباب والرياضة وبفضل تحركاته الجادة نحو بناء منظومة متكاملة من المنشآت الرياضية والشبابية الحديثة بالإضافة إلى الجهود الطيبة من قبل وزارة شؤون الشباب والرياضة، مشيرا سموه إلى أن هذا المركز الشبابي سيكون علامة شبابية بارزة وشاهدا على دور المجلس الأعلى للشباب والرياضة في رعاية الشباب واحتضانهم. يذكر أن المشروع يتكون من مركز شبابي وملعب كرة قدم وملعب متعدد الاستخدامات ومركز للفتيات وكذلك مركز للفتيان يحتوي على عدد من المرافق ومكتبة. لما لأهمية الدور الذي تطلع به المراكز الشبابية والأندية في تنمية قدرات وميول الشباب الرياضية والثقافية، إلى جانب توفير المرافق الحيوية والمؤسسات التي تحتضن شريحة الشباب لكلا الجنسين، لطالما جنت وزارة الشباب والرياضة ثمارها فيما مضى من أعوام بسواعد شبابية ساهمت وبنت صرح النهضة والتطور التي تزخر بها مملكة البحرين. فاليوم تحتفل منطقة البسيتين بحفل وضع حجر أساس لمشروع المركز الشبابي النموذجي. احنا اليوم طبعا نحتفل بوضع الحجر الأساسي لبناء مركز شبابي نموذجي في محافظة المحرق. هذا المركز اللي يأتي ترجمة حقيقية لاهتمام القيادة واهتمام سيدي صاحب الجلالة الملك المفدى حفظ الله ورعاه بقطاع الشباب، أصبحت برامجنا ومراكزنا ومنشآتنا ذات مستوى عالي ويستفيد منها حقيقة الشباب الاستفادة القصوى. وإحنا اليوم في هذا المركز المتكامل والذي يعتبر الأول من نوعه في مملكة البحرين، مركز نموذجي يحتوي على العديد من المرافق سواء كانت الرياضية، الثقافية، الترفيهية. فما حققه الشباب البحريني فيما مضى من خلال تنوع البرامج التي عملت بها وزارة الشباب والرياضة أهل مملكة البحرين لتكون عاصمة للشباب العربي للعام 2015. أما الاختراعات العلمية فقد دفعت الوزارة بالشباب للمشاركة في المسابقات العربية والعالمية ليحصدوا بفضل الدعم اللامتناهي المراكز الأولى، ما أظهر للعالم بأن الشباب البحريني يمتلك قدرات متميزة. أما الرياضة النسوية في البحرين حققت قفزة نوعية كبيرة، سجلت اللاعبات فيها إنجازات واضحة على الصعيدين المحلي والخارجي. نشكر كذلك سمو الشيخ ناصر ممثل جلالة الملك لافتتاحه وضع حجر الأساس لهذا المركز الشبابي اللي بيخدم شريحة كبيرة من الشباب. وضع حجر الأساس لمركز شبابي في منطقة نعتز به ونفتخر، هذه المراكز يعني إنقاذ لشبابنا لأماكن كثيرة وأوقات كثيرة مهدرة. يعني مجرد أن احنا نطلع على المرافق اللي موجودة فيها المراكز الآن، يعني الواحد بيسر الخاطر، خاصة هالقاعات، برك السباحة، هالمجالس،
هالمسارح شيء عظيم. المركز الشبابي النموذجي واحد من المشاريع المستقبلية التي أقيمت بحرص من مملكة البحرين، التي تسعى إلى إقامة المراكز الشبابية في أرجاء المملكة لتكون من أهم المبادرات والجهود التي لم تتوانى يوما في مد يدها لاحتضان الشباب كافة، ولترى البحرين النور في كل مشروع يحقق رؤيتها نحو المستقبل بجيل شبابي خلد في نفسه حب الوطن والنهوض به. إيمان شرف، لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.